السلام عليكم حبيباتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح بصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه يعني خاصه بالطبخ، يعني وصفه مختلفه عن وصفات الجمال اللي راح نقدموها اللي كنا نقدموهم وراح نزيد ونكمل نقدموهم. وكذلك يعني هذه القناه خاصه كذلك بالطبخ، يعني عندنا مده ما درنا لكمش يعني الطبخ. اليوم راح نقدم لكم مسكوتشو يعني هايل بزاف. هاد المسكوتشو مكاش اللي ماحش ينجح معاه، انه ناجح بزاف يعني راح ينجح لك 100% وهايل بزاف كذلك. والطريقه تاعو سهله جدا، وما المكونات وما همش يعني مكلفين، يعني ماحش يكلفوك. بالنسبه لطريقه يعني التحضير مع المكونات، راح نحتاج كاس سكر يعني تاع 250 ملل ولا 240 ولا يعني الكاس اللي عندكم هو بار تاعه. راح ندي كاس سكر مبلور، ثم راح ندير معاه 5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني لازم يكونوا ما يكونوش باردين باش يطلع لكم المسكوتشو تاعكم غاية. 5 حبات بيض مع كاس سكر مبلور، يعني كاس سكر سنيدة تاعنا العادي يكون مملوء جيدا، يعني بهذه الطريقة لازم يكون مملوء. راح نضيفوه على ال5 حبات بيض، يعني 5 حبات بيض كاملين. وهنايا الطريقه يعني راح نديرو بالذره بالكهربائي، يعني بالباتير راح نضربو لمده يعني 15 دقيقه، وحنا نضربو فيها حتى تطلع على الشكل يعني تولي كيصوف كما راكم تشوفوا البنات. هنايا راح نضربوها لمده يعني 15 دقيقه، ونرجع لكم يعني بعد ما نضربو ولا نطلعو هذا المسكوتشو. وهذه هي يعني النقطه الناجحه بهذا المسكوتشو ولا الكب كيك. بعد ما البنات تشوفوا يعني بعد ما طلعناه ولا على شكل كما راكم تشوفوا على شكل كريم، يعني بعد ما ضربناه لمده 15 دقيقه، شوفوا البنات هنا راح ننقص من الفوليوم، يعني نديروه في الدو، يعني نقصوا من السرعه تاع يعني لازم نديروه بطيء جدا، ونبداو نضيفوا في الزيت. بالنسبه للزيت الكاس نفس اللي عبرناه به السكر، ولكن ما يكونش مملوء يعني جيدا، يكون خاصه شويه فقط، يكون خاصه ربع كما راكم تشوفوا. نبداو نديرو غير بشويه ونخلطو، والذره بالكهربائي تاعنا راه في سرعه يعني بطيئه، ما لازمش نديروه بسرعه يعني يكون سريع جدا، لازم يكون بطيء بهذه الطريقه. ونضربو، ثم راح نضيف لهم يعني ياغورت عادي، اي ياغورت عندك، لازم يكونش ياغورت يعني في فخوي، يكون دانون ولا هذا فورس، يعني يعطي كو شباب بزاف المسكوت تاعك. راح نضيفو العلبه تاع الياغورت، ثم راح نضيف قشور الليمون، قشور الليمون يعني رابيهم جيدا، ومن بعد نبداو نخلطو. والسرعه تاع الباتير يعني راهي بطيئه. ثم راح نضيف يعني فاني، هنا فاني تقدروا ما تزيدوهاش عادي، لان انا ندير المعطرين اللي هو الليمون والياغورت. فاني يعني كيس واحد فقط، ثم نحبس الضراب الكهربائي تاعنا. بالنسبه للفرينه هذه 250 غرام فرينه، يعني كيلو تاع الفرينه وقسموه على 4، كيلو تاع الفرينه وقسموه على 4، 250 غرام. وثم نضيف لها 2 خميره كيميائيه، 2 خميره كيميائيه، الكيس الاول ثم الكيس الثاني، ونخلطهم جيدا مع الفرينه ولا عادي. ثم نبداو هنايا نبداو نضيفو غير بالعقل، يعني وما تخلطوش يعني ما تضربوش، غير دوروا لافوي تاعكم باش تدخل الفرينه لداخل، وصاي باش ما نهبطوش هذاك كما راكم تشوفوا، باش ما نهبطوش هكذا، غير بشويه يعني نضيفو غير بشويه، وبالكم يعني تنزلوا الخليط ولا تهبطوه بهذه الطريقه. يعني شوفوا البنات كي راهي يعني ثقيله، هذه هي يعني، واللي حابه ديرها شوكو تقدر تزيد تقلع مغرف فرينه ودير مغرف كاكاو. بالنسبه للسنين اللي راح نستعملوه، يعني يكون لازم يكون باش تنجح لك وتطير لك بالخف من بعد، لازم يكون مدهون بالزبده ماشي ذائبه، زبده عاديه بدرجه الغرفه، ومشيها للسنيوه تاعك 30 سنتيمتر القدره تاعه هكذا، يعني يكون كبير كما راكم تشوفوا. راح نديروها غير بالعقل كذلك، يعني هكذا راح نعمروها كامل في السنيوه تاعنا
بهذا الشكل. ثم بالنسبة لدرجة الحرارة راح نديروها في درجة حرارة تكون يعني 150 ولا 160، يعني ما لازمش تكون اللي ما عندهمش كوشة يعني تاع التريسينتي. ديريها في الفرن تاعك عادي يعني في كويزينيير، وتشعليها غير من تحت يعني، تنقصي لها شويه يعني، ما ديريهش يعني ما تزيديلهاش بزاف الكار، شعلي غير من تحت ثم عاودي من فوق حمريها فقط. شوف البنات يعني هنايا انا ما نزعتهاش يعني مباشره بعد ما قلعناها من الكوشه، خليناها لمده ساعه في السني تاعها، خلوها لمده ساعه في السني تاعها. ديري فيها تحتها سربيته ولا حاجه باش ما يكونش السطح يعني السطح البارد ديري يعرقها لك من تحت، ثم نزعيها ونرجعوا طريقه التزيين. بالنسبه لطريقه التزيين راح نديروا شويه تاع العسل كما كنتوا تشوفوا، يعني هنايا ما لازمش تمشيو غير حطوه فقط، لان هذاك القشره تاعها راح تطير لكم، يعني ما تحاولوش انكم تضغطوا عليها بزاف غير بالاقل. وثم راح نضيف كاوكاو مقلي. بالنسبه لهذا الكاوكاو يعني شريوه حبات وبليوه، ولا شرو المقلي ونقيوه وطحنوه، يعني تجي الكو تاعو احسن. وبالنسبه لطريقه التزيين نتوما احرار، تقدروا ديروا سيخ كلاصي، تقدروا ديروا شوكولات، تقدروا ديري اي حاجه عندك تزيني بها. انا زينت بالكاوكاو، اللي حاجه اللي متواجده عندك زيني بها. هذه هي راح نقطع لكم عندي الان، راح نقطعوا ولا نقطعوا طرف يعني باش تشوفوها كيفاش جايه من الداخل، ماهيش معجنه، جات مصوفه، جات هايله بزاف، ميم الكو تاعها هايل، يعني القهوه تحشيه للضياف هايله بزاف. شوفوا البنات يعني راهي هاد المسكوتو راهي هايله، هذه هي شوفوها من الداخل راني امامكم، جات اسفنجيه كذلك يعني ناجحه 100%. هذه الطريقه ما راحش تندموا عليها، يعني ما عليك غير تجربي هذا المسكوتو. شوفوا يعني البنات راهي اسفنجيه، ميم التزيين تقدر تزينيها كما تحبي. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش البنات يعني دخلوا لنا لايك للفيديو، ما تنساوش بالنسبه للناس اللي دخلتوا جديده في القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه، وان شاء الله راح نقدم لكم اكثر في الطبخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.